كتبتي واحد ستاتيو قلتي لكي تعيش مع الوحوش يجب ان يكون لديك نفس طويل. علاش كتبتي هذا ستاتيو؟ كان عنده شي مناسبه؟ لا، هذه في كل نهار كتشوفيها وكتلقايها، يعني وحوش من اللي ولينا كنشوفوه في السوشيال ميديا، من اغتصاب، من هذا، عاد كل واحد قال لك ملفز كيقفز، كل واحد فاش كينويها. وانما انا كنويها انه ولاو واحد الوحوش اللي ما كيخافوش الله، ولاو عندنا وحوش اللي ولاو كيصوروا الجريمه وما كيخافوش لا من العداله لا من حتى شي حاجه، لا من الله اللي هو اكبر عداله. لهذا محتاجين نفس طويل باش نقدروا نعيشوا في هذا المجتمع. الصراحه شفتك انك انتي كنتي مع الفنانين اللي طالبوا بان تطبق عقوبه ديال الاعدام في هذا، ما كرهتش انه يطبق عندنا قانون الاعدام، ماشي الاعدام اللي هو المؤبد اللي بقى في الحبس حياته كامله ويخرج احنا ما عارفينش واش خرج ولا باقي. لا، بغينا نشوفوا الاعدام ونشوفوا كيتعدم باش ناس اخرين كيخافوا انهم يديروا هاد الجرائم الشنيعه، يديروا هاد الجرائم اللي ولاو كيصوروها وما خايفينش. لانه القانون صراحه كاينش داك القانون الصارم اللي شفر تقطع ليه يديه، اللي قتل يتعدم، اللي دار واحد التحرش يدوز للحبس ما كاينش ديك خروج ولا. الصراحه ما عندناش هادشي في البلاد، فكنتمنى انه يطبق. الصراحه غنسولك، قدمتي مجموعه من تقديم ديال بعض الاعمال اللي كانت في رمضان، خصوصا انا شفنا في رمضان الاخير، ما كتفكريش انك تدخلي مجال التمثيل سواء من التلفزيون ولا السينما؟ شوفي، الا دخلت المجال التمثيل دائما كنقول كنبغي نعطي فرصه للممثلين، وانما يمكن كاينين الناس باغيين يشوفوني عندهم فضول كيفاش غديري الا مثلات. وفي نفس الوقت الا بغيت نمثل ما نمثلش مع اي واحد، نمثل مع ناس كبارين اللي نكون تلميذه ديالهم ونستافد منهم في كتجربه اولى، وماشي هما يستافدوا مني، انا نستافد منهم نكون التلميذه ديالهم، ويكون عمل اللي فخم كوش اي حاجه. فان شاء الله الا كان عمل غادي نقتنع به ويكونوا فنانين اللي انا يكون لي الشرف ان يكون معاهم، وكذلك الى الجمهور او فانز دنيا باطمه كانوا قابلين انه انا نمثل، ما غيكونش مشكل في الموضوع. لو ماتان والصحراء المغربيه كنقول لهم كنحماق عليكم، ان شاء الله تابعوا دائما حصريات جديده على هذا الموقع الجميل.